كنافة أصلها تركي، جت هنا أول ما جت أول مرة كانت مع الفاطميين، رجعت انقطعت شوية، رجعت جت تركي مع أيام محمد علي، كانت من تركيا مع محمد علي. فكرة فيها إنها مادة غذائية كاملة، فيها دقيق وسكر وسمن ومكسرات، فبتفيد الجسم من جميع النواحي. كنافة اليدوي دي راحت فين؟ تعتبر اندثرت يعني مع الزمن، وخلاص مفيش العمالة بتاعتها، وانتشار الآلة قضى عليها. لكن دلوقتي احنا مع في تقنينة جديدة، ان المكن الآلي بتاعنا بيطلع الكنافة اليدوي التخينة يعني بالعربي. لكن يعني هي نفس الجودة وبتعمل نفس اللي بيعمله اصل هي نفس العجينة عندنا، نفس العجينة بتاعت اليدوي بتاعت زمان، هي العجينة بتاعت الشعر بتاعتنا، فالاثنين عجينة واحدة، بنطلع منجي يدوي أو آلي. ما ينفعش يتاكل طبق من غيرها، إن هي الأساس. هي ولا جلاش؟ لا هي الأساس، إن هي بيطلع منها عدة أنواع وكلهم محبوبين، عشان كده لابد إذا كان عند الحلواني أو في البيت حتى بيتشكل طبق لازم يكون أغلبه كنافة. في كنافة بتبقى معمولة صينية مدورة، في كنافة بتبقى معمولة ملفوفة صوابع، ملفوفة حبال، مفلفلة وعليها سكر، عليها معمولة بالجبنة الريكوتا، يعني أحوالها كتير يعني مش قليلة. أول 3 أيام في الشهر كل بتوع الكنافة بيشتغلوا، لأن كل في هي عادة مصرية عندنا إن كل بياكل في أول رمضان. في ناس كتير قوي ما بتاكلش الكنافه والقطايف طول السنه، بتاكلها في اوائل الشهر وخلاص.